السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبابي المشاهدين، في هذه الحلقة سأريكم كيفية تخطي حساب الجوجل بعد الفورمات لهاتف جسيس. ندخل بطاقة سيم عليها رقم سري، يجب أن نقوم بهذه العملية بسرعة، ثم الإعدادات كما ترون، ثم ندخل على البلوتوث. يجب أن هنا سنتصل بالسماعات، سماعات بلوتوث، وسنقوم باتصال. سنضغط على ضغطة فوق كأننا سنتصل برقم. سنقوم بكتابة بارامتر أو سيتينغ أو إعدادات باللغة العربية لكي تظهر لنا هذه القائمة. بعد ذلك نذهب إلى أبليكاسيون، تطبيقات، ونذهب إلى اليوتيوب، ثم نذهب إلى نوتيفيكاسيون، بعد ذلك بارامتر. APX Launcher، تطبيق APX Launcher، نقوم بتحميله. ننتظر إلى هنا، نقوم بتثبيته الآن. ثم نفتح البرنامج، نقوم بالضغط على أوفرير. ثم نذهب إلى كونت، حساب. هنا ملاحظة، يجب أن يكون لدينا حساب سامسونج، حساب سامسونج، حساب شخصي لنا سامسونج ضروري، ويكون هذا الحساب على جهاز آخر، جهاز سامسونج آخر. لا بد من هذا الكونت، الحساب. سندخل لحسابنا هنا،
نترك خيار أبليكاسيون فقط، نختار كويك شورت كوت ميكر، ونقوم بالضغط عليه ثم ريستوري، وبعد ذلك نقوم بتنصيبه هكذا. نضغط على اوكي ثم نرجع وراء، نذهب الى القائمة، سنجد التطبيق محمل هنا كما ترون، وهنا نكتب سكرين لوك، نختار منها اجوتي ان كود بين، إضافة رقم سري، نختار إضافة رقم سري، نضغط على اسي ثم نختار الكود بين. وهنا دخلنا إلى الثغرة، نضيف كود بين كما تشاءون، 1234 أو 4 أصفار، ثم هنا نقوم بإعادة تشغيل الهاتف. وهنا نكون قد تجاوزنا قفل، تجاوزنا حساب جوجل. الآن بدلا من أن يطلب الحساب جوجل سيطلب منا الكود بين فقط كما ترون هنا، ومرة أخرى سيطلب مني 1 2 3 4 الذي أدخلناه من قبل. ننتظر قليلا، قل 1 2 3 4 وكما ترون لم يطلب حساب جوجل. نضغط على إنيوغي ثم ندخل. ما علينا الآن إلا إعادة فرمطة الجهاز لكي يحذف الكونت سامسونج الذي أدخلناه، حساب سامسونج. وإلى هنا نكون قد أنهينا حلقتنا لهذا اليوم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والضغط على الاشتراك. هنا نقوم بفرمطة الهاتف، رينيسياليزاسيون. هنا كما ترون الكونت سامسونج، نضغط على 1 2 3 4 ثم سوبريمي تو. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.